السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. في هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي في الحقيقة شحال ديال لي كومونتير هضروا لي عليها، وهو اليوم الروتيني لي في تبييض الأنانيب. يعني منذ الصباح، ملي غادي تنوض في الصباح أش غادي دير؟ أول حاجة فهاد اليوم أنا نوض في الصباح، ولكن حاول نوض معطل شي شوية على حساب الشمس ما تكونش ضاربه في الكاج كامل. انتما راه ضاربه دابا غير كيف في العلافات، انتما كما كتشوفوا هذه الجهه ما ضارباش فيها الشمس، يعني واخا حليت عليهم من الجوانب لان الشمس انا حافظ لها الدوره ديالها. انتما كما كتشوفوا هنايا صافي دابا راه هذه الجهه ما ضارباش فيها الشمس. اول حاجه كنديرها في الصباح هي عمليه ديال التفقد. انتما كما كتشوفوا كنشوف الأنانيب ديالي الحمد لله راه مسلام، كنشوف يعني الحركه ديال التنفس ديالهم واش راهم كيتنفسوا بزاف، ويعني القلب ديالهم كيضرب بالجهد ولا غير راهم يعني مرتاحين. بحال دابا كما كتشوفوا راهم مرتاحين، لان هاد الباش اللي كيكون موراهم راني حليت عليهم ضربت فيهم شويه ديال النفس، طفيت الضوء. انتم كما كتشوفوا الضوء، لان الضوء كنستعملوا غير في الليل. انتم دابا راني طافيه. أرانا دابا غادي نشوفوا اليوم كيفاش غادي نتعامل معه. أول حاجة هي عملية قلنا التفقد، هادو التفقد ديال الكبار. دابا غادي نمشي نتفقد هادوك الخلفات اللي عاد جايين. إذا هانتوما كما كتشوفوا هما الخلفات ديالي كنتفقدهم، ولكن كيكون واحد المشكل أن هاد الخلفات كيكونوا يعني شي كيتحرك شي ما كيتحركش، وتقدر تخاف تقول واش شي واحد راه ميت ولا لا. انتما كما كتشوفوا الام ديالهم راه ما غاديش تخليني انني نحادي فيهم. اسمو كندير هاد الجهه غادي نحل عليها انتما بهذه الطريقه الا عندكم انتما بحال هاد السيستم هكا، ونجيب واحد شي حاجه نبلع بها هكا. انتما انا بلعت على الام، يعني سديت على الام باش ما تقدرش باش ما توصليش وتاديني. وكاين واحد الشبيكه هكا نقدر نحركها او نشوف هذوك الصغار تفقدهم نشوفهم واش دا راه بعين. انتما تبارك الله، انتما شوف الكرش ديالو راه رابع مزيان. انتما تبارك الله راه حيوين. انتما شوفوا الكرش ديالو راه رابع مزيان. انتما تفقدهم بواحد الطريقه يعني بسيطه. انتما راهم راضعين، يعني الا ما كانوش راضعين خصني نشوف السبب، نمشي عاد نقلب الام ديالهم. دابا انا لقيتهم راضعين الحمد لله، هما كيتحركوا بحيويه مزيانين. الا كاين شي الفضلات ديال الام ديالهم، هي غالبيا ما كديرش الفضلات عليهم، ولكن نقلبهم نشوف واش راهم نقيين، واش خصهم شي حاجه، واش راهم. المهم عمليه التفقد الصغار يعني في عمر سيمانه ولا جوج حتى هما خصهم يتفقدوا. انتما من بعد غادي نشوف الفضلات ديالهم، الشكل ديال الفضلات ديالهم بلا ما نبدا نقلب فيهم واحد واحد، ولكن غادي نشوف الفضلات ديالهم واش مدورين بهذه الطريقه. انتما يعني لاطه وحده راه جامعهم كاملين، مازال عاوتاني الكاج واحد اخر راه داير فيه واحد الميكه حتى هي. نشوف الا كان الفضلات الشكل ديال الفضلات ديالهم مكركب بحال هكا صافي راهم مزيانين. ملي كيكونوا فيهم لا دياري كيكون الفضلات ديالهم هاد الزنكره كتوديك حدا، يعني كيكونوا داك الشيء كيرميو غيمه، يعني تفقد الفضلات. انتما انا غادي نمشيو عاوتاني نشوف الكاج الاخر. اذا ها هو الميكه الاخرى حتى هي، شوفوا الفضلات ديالهم يعني مكركبين ما كايناش شي كحوله، يعني ملي كيكون لا دياري فيهم الله يسر راهم كيكونوا يعني فيهم واحد كحوله كتكون في هاد الميكا، وكتكون الرائحه عاوتاني كريهه جدا. دابا هكا راه شويه كتكون الريحه ديال الفضلات وصافي. اذا هانتوما الفضلات ديالهم مكركبين ومزيانين الحمد لله والشكر لله. من بعد العمليه ديال التنظيف صافي، دابا تفقد سالس منه. دابا العمليه ديال التنظيف كما كتشوفوا انا درت واحد الشطابه دايرها في واحد الخشيبه هكا باش ماشي ندخل انايا في وسط هذاك الشيء ونتصاب بشي الله يستر شي مرض من هذه الريحه اللي كتكون تما. خصني نخدم بعيد. انتما كما كتشوفوا بهذه الطريقه سهله. انتما كلشي كيطيح في بانيو واحد اللي كنتخلص منه من بعد.
هانتوما هانتوما بهاد الطريقة كاع المناطق اللي فيهم ستبقى الزنكة نقية. هاد العملية درتوها يوميا، هاد الفضلات ما عمرها ما غادي تخمر وغادي دير لكم شي مشاكل ولا الريحة ديال الأمونيا، ديما غادي تكون نقية. هانتوما كنجيبها بهاد الطريقة، هانتوما كاع الداخل كلها دابا راها نقية. هانتوما كاين شي حبات هكا، والخبز كذلك ما يبقاش مع 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 هاد الفضلات، لان كيجيوه النمل وكيقدروا ياثروا لنا على دوك الصغار. هذوك النمل كيولي العام الكاج عامر بالنمل. هانتوما الا بقات شي حاجه بحال هكا خفيفه ديك الساعه الشطره هكا اما كما كتشوفوا معايا دابا الكاج ديالي ولا غي كله مزيان. هانتوما نمشيو للكاج الاخر عاوتاني، هانتوما بنفس الطريقه عاوتاني كنحيد هاد التقاله اللي راني دايرها على حساب البرد، لان الميكا ضروري دير لها واحد التقاله، لان كتبقى هي كتميل هكا هكا وما كتعطيكمش نتيجه مزيانه للطاس اللي نتوما دايرينو لجمع الفضلات. اذا هانتوما بهذه الطريقه طريقة سهلة مرة في اليوم ماشي مشكل. عفوا هانتوما كيطيح هادشي كلو فين في طاس واحد. ونخليو هاد التقالة نردوها على حسب الرياح الا كانت مجهده، يعني هذا الشيء يقدر الميكا كتبقى تمايل والاخر الفضلات كيجيونا في الارض، وديك الساعه كتبقاو تعذبوا معاهم. اللهم ديروا هذه الطريقه طريقه بسيطه وسهله. من بعد كاين نتفقدوا المياه. المياه كنشوفوها الناس اللي دايرين الحلمات بحال هكا تيو دايز ماشي مشكل، خصهم يتفقدوا غير القرعه الكبيره، يعني واش راها مزيانه، واش لقت الريحه، واش كذا واش كذا. الناس ويشوفوا الحلمات واش خدامين، يعني ملي كيتكاي لهم بالاصبع ديالهم هكا ويشوفوهم واش راهم منبوشينش. الا كان عندكم بحال الطاسات هادو صافي، كتشوفوا عاوتاني الطاسات واش راهم عامرين، لان اليوم ديال هاد النهار كيبان لي حراره بزاف. خصنا نشوفوا ها انتم هاد، شوفوا هادي راه قالبه الطاسه ديالها. هانتوما هادو طاسات كاينين فيهم الماء، كلهم عندهم الماء، هانتوما طاسات عاديين، ديما الواحد يدير شي حاجه اللي متاحه. هانتوما هاد الطاسه هادي غادي نعمرها بالماء. اذا كما كتشوفوا انا عمرت طاسه بالماء، ولكن شوفوا لاحظوا واحد القضيه، ان الشمس ضاربه في هذا الروبيني، وراه دابا ملي نقلبوا الدرجه ديال الحراره ديال الماء في الاول كتكون سخونه، يعني نحيدوها ونديرو ونخليو الماء حتى يولي بارد. ها هو دابا راه ولا كيبرد، ونخليو الطاسه ديالنا تعمق. اذا انتم كما كتشوفوا معايا الطاسه راني غسلتها نقيتها واحد شويه باش ما تكونش، ما تشوفوا الطاسه سمورها دايره فيها كتبقى تاكل فيها، ولكن ماشي مشكل. انتم ديما حضيو ان غير الطاسه تكون هازه الماء ديالها وصافي. الطاسه مره بقاو تغسلوها، ما تخليوش ديك الصفوره كتكون فيها من التحت، لان بعض الرات كيفزقوا فيها عزكم الله، وهذاك الماء اللي كتكبوه فوق هذاك الفزاك ديالها وما مزيان لهمش. المهم حذروا من هذه القضيه هذه. اذا انتم كما كتشوفوا مسكينه راه عطشانه، راه كانت عطشانه. دابا هذه هي العمليه ديال المربي، خصو يشوف سمو ناقص عنده في الكاج ويشوف ويعطيها. انتم مسكينه طاحت عليها يعني عمياء، انتم تبارك الله راه كتشرب. القضيه ديال الطاسه حاولوا ما تقربوهاش للبلاصه ديال الماكله باش ما تعيقهمش وصافي. حاولوا تبعدوها ليه في القنت باش هي تجي تاكل هنايا وتمشي تشرب للجهه الاخرى. كاين بعض الخطرات شي ارانب كيشدوا الطاسه وكيبقاو يقلبوها بحال هذا الشكل هذه. انا دابا راني رديت بالي لانها تقلبت، ماشي غير شاربه منها. الحل وهو انتم راني داير واحد السلك
انتم ممكن كتشوفوا هذه راه حتى هي كانت كتقلب الطاسه ديالها وانا درت لها واحد السلك وعقدته باش هي واخا تعيا تجبد ما تقدرش تقلب الطاسه لان هذه غادي ندير لها هذاك السليك ان شاء الله باش ما تبقاش تقدر تقلب الطاسه. ودابا ان شاء الله غادي نديروا القضيه ديال التفقد عاوتاني ديال الماده يعني في ديال السيكالين ديال الخبز شكون هما اللي غادي نعطيهم بزاف شكون اللي غادي نعطيهم شويه ديك الساعه خصني نكون انايا عارف اش كندير. شي فيديوهات سابقه يعني قلت لكم باللي الطاسه ديال ياغورت يعني هي اللي غادي تعبروا بها هذه راه فيها 100 غرام هاد الطاسه الا درتو مني عبرتها راه لقيت فيها 100 غرام منين يعني تبغيو تعطيو الامهات تعطيو او الكبار تعطيهم طاسه بحال هذه الامهات تعطيهم طاسه ونص للصغار تعطيهم نص طاسه هادشي اللي هذا هو المقدار اللي خصكم تعطيوه للارانب ديالكم هانتوما كما كتشوفوا واول حاجه خصنا نشوفوا العلافات واش هما كلاو بعدا ولا ما كلاوش ان الا مشاو حتى ما كلاوش عاوتاني حتى هي راه مشكله هانتوما كما كتشوفوا معايا كما اللي بان لكم ها هي راه دابا كتاكل من العلافه ديالها ها هي والعلافه راه خاويه هانتوما كما كتشوفوا انا ملي كنشوف العلافه خاويه كنقول صافي راه يعني هما راه كلاو عفوا الا مشاو تاكلاو يعني راه القضيه مبشره يعني هما راه كياكلوا ماشي ما كياكلوش انتم غادي نشوفوا واحد اخرين انتم راه العلافه هي هنايا هي خاويه الحمد لله راك يعني بات كياكل هذا الذكر ها هو الذكر انا حطيت له يعني معطل واحد شي شويه يعني كلا ولكن راه باقا فيها واحد شويه يعني اي علافه تشوفوها خاويه انتم كما كتشوفوا هي علافه خاويه كما تشوفوا العلافه خاويه عرفوا باللي راه الارنب سليم 100% يعني راه كياكل الحمد لله. اذا نبداو نعطيو الماكله انتم كما كتشوفوا هذه راها ها هي راها والده تبارك الله هي راه مغطيهم بالصوف ديالها بالشعر ديالها عفوا غادي نعطيها كما كتشوفوا معايا هو الطاس الاول نزيدها نصف طاس هادي كما كتشوفوا راه باقا ما والده ما والو باقا عاد يلاه عندها سيمانه ديال اللحم غادي نعطيها طاس واحد انتم كما كتشوفوا انتم كما كتشوفوا معايا بالنسبه للفيطان هادو راه عاد فطمو تبارك الله ها هما غادي نشوف هنايا عطيتهم البارح شي شويه ديال الخبز مقرب ولكن بغاو السيكالين كثر هاد الجهه راه كانت عامره بالسيكالين هنايا غادي نضرب الحساب ديالي شحال عندي هنايا في هاد الكارو هذا كاين جوج اربعه سته يعني كاينين سته يعني شحال خصني نعطي كل واحد خصني نعطيهم نص طاس نص طاس الا بغيت نعطي سته ديال النفوس سمو خصني نعطيهم ثلاثه ديال الطيسان يعني مقسومه على نمشي طاس واحد ها هو ونخويلهم كما كتشوفوا راهم ساكن باغي نمشي الطاس الثاني ونمشي الطاس الثالث هانتوما كما كتشوفوا معايا باش كل واحد يستافد من نص طاس ديالو هذا هذه هي العمليه اما بالنسبه للكبار بحال هادي ثم راني غادي ندير لها طاس واحد راه تبارك الله هي كلات هي نكب لها طاس واحد انتما هادي راها شويه ما كلاتش الحقيقه راه ما واكلاش ولكن راني حطيت لها الخبز في هذا الجانب هذا راها كلات يعني راه عجبها الخبز وحطيت لها حتى شويه ديال الفصه راها كلاتها راها مزيانه انتم كما كتشوفوا اذا هذه هي المراحل اللي خصنا نديروها يوميا يعني التفقد الفضلات ديالهم شوفوهم مالهم نشوفوا عاوتاني الاخر الاكل ديالهم واش راه كلاو ولا ما كلاوش الماء حتى هو درجه الحراره ديالو ماشي نعطيوه الماء سخون ونقول لهم شربوا على الصباح لا يعني الفكره ديالي اظن ان شاء الله راه تكون وصلتكم انتما
ومن الاحسن تسويو عليهم مزيان. انتما راني دابا مخلي انا كيما كتشوفوا كنحفظ الدوره ديال الشمس وكنحاول انني نخلي الشمس من الجهه الاخرى. ومن هنايا واخا تكون ضاربه عليهم انتما كيما كتشوفوا انتما واخا تكون ضاربه عليهم الشمس هنايا انتما كتكون بحرا يلاه يعني واصله الاكل ديالهم، ما تكونش واصله لهم هما وتجيهم اشعه الشمس مباشره على الجسم ديالهم. هاد الفضلات دابا راني غادي نتخلص منها انتما، ما تخليوهاش تجمع بزاف كاع انتما. انتما شوف شحال جمعت هنايا، هنايا هاد الجهه ديال الفطام ديال عفوا ديال التسمين اكثر من الجهه الاخرى. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار، يعني اليوم الروتيني لتربية الأرانب. نتمنى الحلقة تكون راقت الإعجاب ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وإلى وتكيو على الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.